معنا هنا في الاستوديو سرهانك حمسعيد مدير برامج الشرق الأوسط بالمعهد الأمريكي. يا سلام سيد سعيد، أهلا بك على شاشة الحدث وفي حدث اليوم. ما دلالات هذا القرار الأمريكي بتعليق إرسال هذه الشحنات التي كانت متوجهة للأمن العراقي؟ نعم، يعني يمكن فيها اعتباران، اعتبار أمني بأنه ظروف يعني وصول هذه الشحنة والقوات التي تكون مرافقة لها وتقوم بإعداد وتنصيب هذه الأجهزة غير آمن لهم، ويمكن أيضا يكون فيه بعض أداة الضغط بحيث يعني يكون فيه رسالة إلى القادة العراقيين بأنهم لا يزالون يحتاجون إلى القوات الأمريكية والمعدات الأمريكية. نعم، هل يمكن أن نتحدث عن أسباب أو خلفيات لهذا القرار وربطه ربما حتى بإرادة العراقيين إخراج القوات الأمريكية؟ نعم، يعني لا شك أنه في المرحلة الأخيرة كان في تشنجات بين في العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق نتيجة الأحداث الأخيرة من هجوم على قاعدة عسكرية، على السفارة، والضربات الإيرانية بعد مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. هذا العلاقة المتشنجة على المستوى الحكومي، لكن على مستوى الجماهير صحيح احنا رأينا في يوم 24/1 مظاهرات دعا إليها السيد الصدر، لكن بالعموم القوى السياسية العراقية والمجتمع العراقي ليس هذا أولويته بصراحة. نعم، بومبيو كان قرأ إن هذا القرار أو دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل بالحفاظ على سيادة العراق ومواجهة الهجمات الإيرانية. ما المطلوب تحديدا من إجراءات مطلوبة من العراق؟ نعم، الحكومة العراقية يعني في وضع لا تحسد عليها، يعني تحت سيادتها يتم هجمات على قواعد عسكرية وعلى سفارة الولايات المتحدة وهي غير قادرة على تقديم المساعدة ومنع هكذا هجمات وحماية هذه المنشآت. تحت سيادة هذه الحكومة تم استخدام العنف باتجاه المتظاهرين السلميين، ففي عجز من الحكومة وضعتها في موقف صعب جدا، يبدو في موقف الضعف، فيعني منع هكذا هجمات على السفارة وعلى المنشآت العسكرية هو أول المطالب الأساسية، حتى دعا إليها السيد الصدر والآخرين اللي كانوا متظاهرين معه. لكن عمليا رأينا قبل أيام حتى بعد هذه المطالبات تم ضرب السفارة الأمريكية في بغداد، فالحكومة العراقية عمليا عاجزة عن فعل ما هو مطالب بها. ما الذي يمكنها القيام به؟ يعني في هذا الموضوع في موضوع سياسي فيما يتعلق بوجود القوات الأمريكية، ولكن هذه ليست مشكلة العراق. يعني يتم إبراز هذه المشكلة لأخذ الأنظار على بعيدا عن المشاكل الحقيقية، والمهي المشاكل الحقيقية اللي يطالب بها الشباب المتظاهر بحياة أفضل، بحكومة أفضل، بإصلاح، بتشكيل حكومة جديدة وانتخابات مبكرة. يأخذ بالعراق باتجاه يعني استرداد زمام الأمور ودولة أقوى تمنع التدخل الخارجي. فحل هذه الهجمات لن يكون سريعا، وهذا واقع حال العراق، وإنما يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وهذه الإرادة السياسية القوية وقدرة الحكومة وهي غير متوفرين حاليا. نعم، بعد هذه الهجمات الإيرانية على مواقع أمريكية داخل العراق، بعد كذا المطالبة بخروج الأمريكيين وفقا لمبدأ السيادة العراقية، كيف يمكن توصيف العلاقة الأمريكية العراقية الآن؟ العلاقة الأمريكية الرسمية ما بين الدولتين لا زال علاقة رسمية، بأنه الدبلوماسية الأمريكية موجودة بالعراق، السفارة موجودة، والعلاقات الموجودة على الروابط الاقتصادية العسكرية لا تزال مستمرة. وفي الأيام الأخيرة رأينا
تخفيف الرسائل السياسية حول آنية سحب القوات الأمريكية، فأتصور الطرفان يحاولون كسب الوقت وإيجاد آليات مناسبة للتعامل مع هذا الموضوع، لأن العراق يعتمد كثيرا في أمور أمنية واقتصادية على الولايات المتحدة، فليس من مصلحة الطرفان أن يذهب هذا الموضوع باتجاه سلبي وقطع العلاقات، وإنما مطلوب من الطرفين إيجاد حلول عملية للتعامل مع هذه المشاكل. نعم، كنت معنا هنا في الاستوديو سارهانك حماسعيد مدير برامج الشرق الأوسط بالمعهد الأمريكي للسلام، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.